إليك أغلى 10 حلويات في العالم. في المرتبة العاشرة ماكارون من بيير هيرم. تتميز هذه الحلويات بنكهاتها الغريبة والمزيج الرائع بينها الذي يجمع بين الخل البلسمي وعثر العنب وزبدة الفستق، ويبلغ سعر الستة قطع منها حوالي 7000 دولار أمريكي. في المرتبة التاسعة فورتي ستايلد فايشرمان أنديلجنز. هذا طبق ذو نكهة إيطالية يجمع بين الفاكهة الطازجة والكريمة الإيرلندية الخفيفة مع الرمان والمانجو، إضافة إلى ورقة من الذهب الخالص عيار 80، ويبلغ سعره 14500 دولار أمريكي. في المرتبة الثامنة فروزن هوت شوكليت سيرندبيتي. نوع من الحلوى مصنوع من أغلى أنواع الكاكاو، وتدخله 5 غرامات من الذهب القابل للأكل مع الكريمة الناعمة وقطعة من حلوى المادلين، ويبلغ سعره 26000 دولار أمريكي. في المرتبة السابعة كانولي من مطعم جاسبر. نوع مميز من الكانولي المصنوع من أفخر أنواع جبنة الريكوتا والمكسرات والليمون والكريمة المخفوقة، وتغطيه طبقة من الذهب الخالص يصل سعره إلى 26000 دولار أمريكي. في المرتبة السادسة كيكو الشوكولا في لينديث هوي كونتري هاوس من صنع الشيف مارك جيبرت، ويدخل في صناعته الذهب الخالص والكافيار الفاخر، إضافة إلى قيراطين من الألماس، ويبلغ سعره 35000 دولار أمريكي. في المرتبة الخامسة توين آيس كريم في جبل كليمانجارو. طبق من البوظة يذهب بك إلى عالم آخر من التجربة الحسية اللذيذة بنكهته ومذاقه المميزين والمثيرين، يبلغ سعره 60000 دولار أمريكي. في المرتبة الرابعة كيك كوربلاتين. يبلغ سعر هذا الكيك 130000 دولار أمريكي، وهو مصمم لتعرض عليه أجمل المجوهرات المصنوعة من البلاتين. في المرتبة الثالثة ستروبيريز أرنولد. طبق مصنوع من الفراولة الطازجة الغاطس في النبيذ الفاخر والكريمة المخفوقة والنعناع، ويأتي معه خاتم مرصع بماسة يبلغ وزنها 4.7 قيراط، يبلغ سعره 1.4 مليون دولار أمريكي. في المرتبة الثانية كيك الفاكهة المرصع بالألماس. عبارة عن كيك من طبقتين، وهي مرصعة من الخارج بقطع من أحجار الماس، وهذا الكيك استغرق صنعه 6 أشهر، ويبلغ سعره 1.65 مليون دولار أمريكي. تحل في المرتبة الأولى كيكة الشوكولا والألماس، أغلى طبق حلوى في العالم، وهو كيك على شكل خريطة قارة إفريقيا مرصع بحوالي 2000 حبة ألماس، ويبلغ سعر هذا الكيك 5 ملايين دولار أمريكي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟الإبحار في عالم من المعرفة والثقافة؟ سبيلكم الوحيد مجلة الوثائقيات. انضموا إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مجلة الوثائقيات، في كل لحظة جديد.